عايز الاول قبل ما اتكلم ابدا في الاخبار بتاعتنا النهارده، كان في مؤتمر عاملاه رابطه الانديه المحترفه، وقبل ما اتكلم عن القرارات، واخدين قرارات مهمه الحقيقه وجيده جدا، لانه هي انت بتعدل امور كانت بتسبب ازمات كتيره جدا في الماضي، فانت بتسعى ان انت تحل، وده شيء دور من ادوار الرابطه. الرابطه مش بس بتنظم المسابقه وتقول الماتش الفلاني الساعه كام والماتش الاعلاني يتصور ازاي، مش بس كده، لكن عنده حاجات كتيره تانية بيحاول يعدلها عشان خاطر المسابقه مش بس تنتظم في توقيتاتها، بس كمان تنتظم في افكارها وتنتظم في مسؤولياتها وتنتظم في كل شيء. لكن انا بس ليه عتاب على الرابطه؟ لانه الرابطه النهارده بتبعت وسائل الإعلام دعوات تحضر المؤتمر، فما ينفعش وسائل الإعلام تروح، فوسائل الإعلام معينة تدخل والتانيين ما تدخلش. يعني في الآخر الرابطة هي ملك لكل الأندية المصرية، وبالتالي هي ملك لكل الجماهير، وبالتالي هي ملك لكل الإعلام. يعني الإعلام كله من حقه أنه يدخل ويغطي وينقل الصورة وينقل الصوت وينقل الأخبار وينقل كل ما يأتي في المؤتمرات الصحفية الخاصة بهذه الرابطة، مش بعينها ناس تدخل وناس تخرج، خصوصا أن أنت بتروح تدي وترسل الدعوات لكل الناس. فما ينفعش النهارده تبعت لمحمد شبانه دعوه، هتكلم عن نفسي يا عم، تبعت لي دعوه، انا بدي مثال يعني، واجي اروح تقول لي والله انت حضرتك ممنوع، ده اللي هيخش حسين وبريم وعلي. طب ما انت بعت لي دعوه، زاد ان انا احضر، لان ده مؤتمر صحفي، اسمه مؤتمر صحفي وليس مؤتمر بعض الصحفيين وليس مؤتمر جزء من الاعلاميين، لا، ده اسمه مؤتمر صحفي، فلازم كل الناس المعنية بالصحافة والإعلام ونقل الأخبار للجمهور يبقى متواجد. ده قوله فصل. أنا هتكلم فيه طبعا مع الرئيس الرابطة النائب أحمد دياب، لأنه المفترض إن احنا كلنا بندعم أفكار الرابطة. طب عدم أفكار الرابطة وأنا ما أعرفش الرابطة بدخل ما بعرفش بتقول إيه، لا يجوز يعني. لكن في الآخر الحقيقة أخذت قرارات أنا شايف إن هي بتحرك المياه الراكدة في الكرة المصرية لسنين. أنت بتتكلم مثلا يعني التكاين، دايما بنسمع النادي الإسماعيلي مش هيذيع الماتش الفلاني علشان خاطر عنده أزمة مع الشركة الراعية، بريزنتيشن. النادي المصري مش هيذيع الماتش الفلاني لأنه ما خدش الفلوس، ما عرفش إيه. النادي الأهلي في أزمة عشان إيه. نادي الزمالك عنده قصة إيه. النادي كذا كده يعني. كل الأندية تقريبا كنا بنسمع أخبار زي دي، بعضها بيبقى نتيجة أنه فلوس متأخرة، بعضها بيبقى في اختلاف في الخصومات، يعني ممكن يبقى أنا فرض غرامات لأن أنت ما نفذتش ما يمليك عليك عليه العقد اللي احنا الاثنين متفقين عليه، فانت ما بتنفذش. يعني مثلا يعني انا بقول في التمرين هتنزل لابس القميص بتاع الفريق في التمرين عليه اعلان اكس، فانت الولاد اللعيبه والجهاز الفني ما خدش باله، نزل التمرين ما فيش اكس، يعني نزل فانيلا ساده كده، فبيجي الشركه الراعيه بتعتبر ده ايه؟ مخالفه، فبتخصم، فجاه نتحاسب عشان اديك الفلوس، تقول انت بعت لي عايز تديني 12 مليون، لا ده ليا 17 مليون، فانا اختلف، هل هو يبعت لي 12 ولا ينفع يبعت له 17 لان احنا مختلفين. يعني اسباب زي دي كتير كانت بتسبب وتعمل عراقيل، لكن في الاخر الرابطه اعلنت النهارده انها تدخلت، وبتوجه الشكر للسيد سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، وانا عارفه كويس جدا سيف الوزيري، وراجل الحقيقة يعني شاطر في الشغلانة، ويستطيع انه هو يعني مش بس الشركة دورها انها تكسب فلوس، لكن كمان دعم الاندية، ده ليه ابعاد اخرى، انك بتدعم اندية خصوصا الجماهيرية، الاندية الشركات عندها فلوس لكن الاندية الجماهيرية بالذات بتبقى محتاج داعم باستمرار عشان تنتعش، باستمرار عشان تقدر تعيش وتلبي رغبات جمهورها. يعني المصري، الاسماعيلي، الاتحاد، بعيد عن الاهلي والزمالك، يعني المحله، كل دي انديه بتبقى محتاج باستمرار الشركات الراعيه تبقى في ظهرها، مش بس عشان الشركه الراعيه تكسب فلوس، ده الشركه الراعيه هنا لها دور مهم جدا في يعني انعاش هذه الانديه، وبالتالي بتلبي رغبات الجمهور، وبالتالي الجمهور يبقى مبسوط ويبقى راضي عن اداء هذه الانديه. فاسف الوزير بيوجه له شكر النهارده رئيس مجلس اداره بريزنتيشن، وقال ان الفتره الجايه ستشهد تعاون كبير جدا، وهيتم جدولة اي مستحقات مالية متأخرة بمواعيد ثابتة، وبالتالي ده من ضمن الحاجات النهاردة اللي اتقالت في المؤتمر بتاع الرابطة، والحاجات الجيدة والطيبة جدا. قالك ان كل الاندية وافقت خلاص على كاس الرابطة، كانت قال ان الاهلي عايز يعمل معسكر بره، الزمالك رايح الامارات في اول يناير، لكن الرابطة قالت
كل الأندية هتشارك، حتى الزمالك الكابتن حسين السيد كان قال إن هو اتفق مع الرابطة إن الزمالك هيروح معسكر هيرجع يوم 9 يناير من أول يناير. المنتخب عنده طبعا استعدادات كأس الأمم، فالزمالك عايز يستغل ده، يطلع معسكر في دبي يجهز وفي نفس الوقت يجيب له فلوس، يعني محتاج فلوس، ده طبيعي يعني بزنس يعني. وقال إنه الرابطة تفهمت وهتأخر ماتشات الزمالك في الرابطة يوم أو يومين، مفيش مشكلة، فالرابطة أنا في تعاون في المسألة دي، وده حاجة كويسة جدا وجيدة جدا. لكن الرابطة أعلنت إن كل الأندية 18 المشاركة في الدوري الممتاز هتشارك في كأس الرابطة، وبالتالي كأس الرابطة هتبقى بطولة يعني مهمة جدا، لأن أنت اللي هم خارج المنتخب هتقدر تشوف بقى الصف الثاني، وتقدر تشوف لعيبة جديدة، وتقدر تجرب لعيبة جديدة. ولو أندية عملت انتقالات بعيدة عن الزمالك، احنا هنبقى في انتقالات يناير، فأندية هتجيب لعيبة جديدة، فدي فرصة كمان إن اللعيبة الجديدة لكل الأندية تندمج في بطولة جادة وقوية وفيها كاس وفيها كسبان وفيها خسران، فيبقى فيها حماس وفيها شغل جامد جدا. في اعلنت ان كل الانديه هتشارك. كمان الرابطة قالت ان هو يمنع اي حكم ان هو يدلي بتصريحات او حوارات اعلاميه نهائي، بعد القصه بتاعه الحكم محمد عادل والتصريح بتاع الاحتواء اللي عمل مشكله جدا وضيع مجهوده اللي في مباراه القمه ومجهود لجنه الحكام اللي في مباراه القمه، فالتصريح ده عمل بلبله كبيره جدا. وبالتالي الرابطه هي عايزه المسابقه مستقره، اذا كانت استقرار المسابقه موجود والمباراه كانت كويسه وتنظيمها كويس ونقلها الفضائي كويس واللعيبه كانت ملتزمة والماتش مشي كويس وبعيد عن الامور الفنيه بقى اللي بنختلف ونتفق فيها والحكم ادارها كويس، لكن هذا التصريح قلب عليه الترابيزه بنسبه 100%. وبالتالي الرابطه بتقول انها اتفقت مع لجنه الحكام انها يمنع على اي حكم ان يدلي بتصريحات او حوارات او لقاءات اعلاميه طالما حكم صفاره وموجود بيدير مباريات في الوقت الحالي ده نهائيا. كمان قالت انه كاس الرابطه هيبقى فيها مكافئات كبيره اللي هتلعب في يناير، وان هيكون في مؤتمر صحفي في منتصف شهر ديسمبر هيتكلم عن كل التنظيم وكل الامور الخاصه برابطه الانديه المحترفه. وقالت انها هتعمل جايزه سنويه لافضل لاعب وافضل حارس مرمى وافضل حكم كمان في نهايه كل موسم، عشان تبقى دافع للناس انها تجتهد عشان يعلن اختيارهم كالافضل يعني. وقالت انه بعد كاس الامم الافريقيه هيعلن على طول جدول مباريات الدوري بالكامل حتى نهايته، بس انت خلاص التوقفات خلصت، انت عايز تعرف بس منتخب مصر مكمل لغايه فين، يعني هيوصل لفاينل لغايه 5 فبراير ولا لا قدر الله هيخرج قبليها، فلازم تستنى وتنتظر وتشوف برضو كاس العالم للانديه خلاص نهائي هيتلعب في فبراير ولا لسه في كلام. هو بعد كاس الامم هيعلن عن الجدول النهائي لمباريات الدوري الممتاز. ووجهوا الشكر كمان للسيد منتصر النبراوي رئيس مجلس اداره شركه تذكرتي، واللي بتقوم بمجهود كبير جدا في مسألة الجمهور وعودة الجمهور، لأنه هي يا جماعة الموضوع مش سهل، الموضوع ان احنا لازم يبقى عندنا ثقافة العودة للمدرج، وعشان ده يحصل دي مش كلاكيع في الاخر، ممكن تكون الاجراءات دي دلوقتي بتضايق احنا مش واخدين عليها، لكن على 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 الفتره المستقبليه الجايه هتبقى الاجراءات دي هي اللي بتحمي اللعبه وهي اللي بتحمي كل فرد موجود في استاد، وهي اللي هتوصلنا ان احنا نبقى زي الدوريات الاوروبيه الكبيره اللي بنتفرج عليها، واللي دايما نقول ايه بين الجمهور وبين اللاعب في الملعب هو بيلعب متر واحد، يعني ده نتيجه ايه؟ ان في مجهود كبير اشتغلوا عليه لغايه ما وصلوا للثقافه دي، ان الناس تتقبل كل شيء والناس تبقى عارفه ان عليها مسؤوليه وهو بيشجع، شجع زي ما انت عايز وقول زي ما انت عايز واصرخ وعيط وافرح واعمل كل حاجه، لكن بدون ايه؟ بدون تجاوز. ده ابرز اللي جه النهارده في المؤتمر الصحفي بتاع رابطه الانديه المحترفه.